الباحث الأثري والمتخصص في علم المصريات الأستاذ أحمد عامر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين على قناه ميساك. يبدو ان احنا امام كشف اثري شديد الاهميه بعظمه الملك العظيم امنحوتب الثالث، يا ريت حضرتك تحدثنا اكتر عما تم اكتشافه والاعلان عنه النهارده. هو طبعا حضرتك مبدئيا ذكرت كده مقدمه جميلا عن اهميه هذا الكشف الاثري. احنا قلنا ان الاقصر طبعا مدينه طبعا كبيره ومدينه عظيمه، لم يتم الانتهاء من اي كشف، يعني كلهم هنكتشف فيها حاجات جديده، ولكن هو الموضوع داخل في ان هذه المدينه التي كشف تم الكشف عنها من قبل الدكتور زاهي حواس هي اكبر مستوطنه اداريه وصناعيه في عهد الامبراطوريه الحديثه بالتحديد في عصر الدوله الحديثه. اكبر ايه يا فندم؟ معلش، اكبر ايه؟ اكبر مستوطنه اداريه وصناعيه. مستوطنه اداريه وصناعيه؟ في عصر الدوله الحديثه. في عصر الدولة الحديثة. طب عندي سؤال حوالين انه دكتور زاهي قال انه استمر استخدامها من قبل توت عنخ امون، بينما معروف ان بعد امنحوتب الثالث كان في امنحوتب الرابع او اخناتون، والمدينة اسمها صعود اتون اللي هو اخن اتون اللي صعد مكان الاله امون في الفترة دي. ايوه، ما حضرتك لابد ان تذكر ان توت عنخ امون اصلا كان امتداد لبعد اخناتون، يعني وبعدها على طول تاني يعني اخناتون نفسه هجر اصلا تل العمارنة خالص. أيوة. هو اصلا هجر وراح تل العمارنة. أيوة. فبالفعل ان هو معنى ان هو راح تل العمارنة اصبحت المدينه كانت خاويه لفتره ما. وبالفعل هو كان راح تل العمارنة لحد دلوقتي احنا مش عارفين هو لما راح تل العمارنة كان رايح هل مثلا كانت مدينه مسكونه قبل كده ولا ما كانتش مسكونه ولا كانت بكر، في برضه اقاويل في هذا الامر كثيره. الموضوع ده كمان لما نيجي نتكلم عنه هنلاقي ان هذه المدينه المفقوده هو ثاني اكتشاف اثري مهم بعد اكتشاف مقبره توت عنخ امون، بل ان يعني ما وجد في داخلها يضاهي الحاجات العظيمه اللي التابوت بتاع توت عنخ امون والقناع الذهبي والحاجات والقلائد والحاجات العظيمه دي. بالفعل لا يقل اهميه عنها خالص، يعني ده ثاني اهم كشف اثري بالنسبه لهذه الفتره، لان المدينه نفسها في حاله جيده من الحفظ، الجدران نفسها شبه متكامله، ادوات حياه يوميه. لو حتى نتكلم هنشوف حتى ان الكشف نفسه لسه ما ادناش برضه، يعني هو هيدينا كمان ان احنا نعرف الالغاز اللي كانت موجوده في فتره اخناتون ونفرتيتي والفتره اللي انتقلوا فيها الى العمارنة. هذه المنطقه تقع بين معبد رمسيس الثالث في مدينه سابو ومعبد امنحوتب الثالث اللي هو جنب تمثالي ممنون. البعثة نفسها لما بدأت كانت بتبحث عن معبد توت عنخ آمون الجنائزي، وكان أيضا الملك آي خليفة توت عنخ آمون هو الذي قام ببناء المعبد نفسه. طبعا هو كان بيقع على جنوب معبد رمسيس الثالث في مدينة هابون، المعبد الشهير جدا. طبعا احنا البعثة لما اشتغلت هو كان لها هدف معين، تحديد تاريخ هذه المدينة. انت عارف حضرتك طبعا التاريخ طبعا بيتحدد وفقا للكتابات اللي موجودة. احنا شايفين على الشاشة اثناء كلام حضرتك ما يشبه الموميا، الموميا دي بقالها 3000 سنة كده. دي حضرتك ده مش موميا، دي هيكل عظمي، لان الموميا هيكل عظمي. ده هيكل عظمي متحلل بس متكامل تقريبا، يعني متكامل ومربوط الاوصال، ما هواش كل عظمة في حتة يعني. لا بالفعل، ده هي دي الدفنه متكامله وحالتها جيده جدا كمان يعني. يعني ده ان دل ان ما حدش كمان وصل لهذه الدفنه، هي كانت متحلله نظرا ان هي اصلا ما اتعملهاش تحنيط، لكنها دفنت في مكانها كما هي ولكن لم يصل لها احد قبل ذلك. لما حتى هنيجي نتكلم عن الموقع، يعني تم العثور على النقوش هيروغليفيه، لان الهيروغليفي طبعا اللي نتكلم عنه الفتره اللي فاتت مراحل. هو احد كتابات المصريين القدماء، عندنا هيروغليفي في العام من عهد الدوله القديمه ممتد، ثم هيراطيقي اللغه العراقيه في الدوله القديمه والحديثه، ثم الديموتيقيه اللي هي اللغه الشعبيه ومنها التي اشتقت منها اللغه القبطيه. لما نيجي النهارده نتكلم عن المركز الاداري والصناعي الامبراطوريه نفسه كان يتالف من ثلاث قصور ملكيه للملك امنحوتب نفسه. كمان وجد عدد كبير جدا من الاكتشافات الهامه، الحاجات اليوميه مثل الخواتم، الجعرين، الاواني الفخاريه، بعض كمان حاجه الاشياء اللي تستحمل خرطوش الملك اللي هو الختم الملك للملك امنحوتب الثالث، بتكشف يعني نكشف من خلالها التاريخ، لان انت من خلال الخرطوش مثلا بتاع اسم الملك بتستطيع تحديد الفتره التي كانت فيها طبعا هذه الاكتشافات. طب هل يا فندم تم العثور على شيء ثمين ماديا، يعني مش قصدي حضاريا، يعني زي قناع توت عنخ امون كده، هل في اشياء من الذهب؟ معروف ان حاجه توت عنخ امون كانت فخمه جدا في الصنع بتاعها. وحضرتك هناك فرق بين اكتشاف مقبره توت عنخ امون وهذا الكشف الاثري.
تتعنخامون مقبره يعني ملكيه. اي مقبره ملكيه غالبا مثلا او حتى في عقيده البعث والخلود يقول لك احنا دايما بنحط متاع الشخص المتوفى حتى يتم استكمال حياته فيما بعد العالم في العالم الاخر ايمانا منه بالثواب والعقاب. أي. فدي مقبره ملكيه. لكن الاكتشافات او المواقع الاثريه احنا شفنا اكتر من كشف، احنا شفنا اكتشافات سقاره السنه اللي فاتت، شفنا اكتر من كشف في الاقصر اللي هو صانع الذهب. فالموضوع مش مرتبط بذهب بس، هو الموضوع مرتبط طبعاً بأهمية الكشف نفسه في الحضاره المصريه القديمه طبعاً. هل هو بيوضح لفتره معينه، احنا شايفين حتى المدينه متكامله على الشاشه فيما في مدن كثيره لسه برضه احنا بنبحث عنها. فهو الكشف بيرجع اهميته او اي كشف اثري للفتره اللي هي ممكن توصلك لحاجات. احنا شفنا برضه من سنه 2018 اكتشاف ورشه للتحنيط في سقاره، فدي ممكن تقودنا لحاجات اكبر من ذلك. بشكرك يا استاذ احمد جدا، وهنتابع مع حضراتكم السبت ان شاء الله المؤتمر الصحفي العالمي اللي هتعملوه للإعلان عن تفاصيل هذا الكشف الأثري. بشكرك أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري والمتخصص في علم المصريات.